عقاب في بصيرته من لا يرى الحق في الحسين عليه السلام، والباطل في يزيد، ومصاب في شعوره من لا يتألم لما أصاب الحسين وأصحاب الحسين في عاشوراء، ومصاب في عقله من لا يعتقد أن ما ارتكبه الأعداء بحق أهل البيت جرائم بحق الإنسانية جمعاء. أما من يرى باطل يزيد حقا وحق الحسين باطلا فهو مصاب في بصيرته وشعوره وعقله جميعا. لقد أثبتت الحوادث التي وقعت بعد عاشوراء وانتهت بسقوط إمبراطورية بني أمية، أثبتت هذه الحوادث أن لله في هذا الكون قسطاصا مستقيما لا يميل عن العدل، وأن لله ميزانا لا يخطئ الحق، وأن المنتصر بالجور مهزوم، وأن المقتول دون حقه سينتصر ولو بعد حين، وأنه ما ظفر من ظفر الإثم به، وأن الموتى هو في الحياة مقهورين، وأن الحياة هي في الموت قاهرين. الحسين عليه السلام هو الشخص الوحيد في التاريخ الذي قام بنهضته وهو يقدم كل أهله وأصحابه شهداء، شهداء من أجل إحياء دين الله ودحض الكفر والظلم والطغيان، مع علم مسبق بما يؤول إليه أمره وتنتهي إليه ثورته وهو الموت على أيدي أرض لخلق الله. قال لي أحدهم: هل إن كلمتكم لبيك يا حسين هي إجابة لطلب شيء من الحسين نفسه؟ قلت: نعم، هي إجابة لصرخة الحسين في يوم عاشوراء: هل من ناصر ينصرني؟ قال: وماذا تعني هذه الكلمة الآن بعد مضي السنوات الطوال على مقتل الحسين؟ قلت: إنها تعني لبيك يا حق ويا حقيقة، ولبيك يا صدق ويا صفاء، ولبيك يا كرم ويا عطاء، ولبيك يا إيمان ويا إخلاص، ولبيك يا شجاعة ويا كرامة، ولبيك يا حرية ويا عدالة، ولبيك يا كل الفضائل وكل المناقب.